وأعجب من هذا حديث الشيخ والشيخة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طبعا البخاري لم يصرح بهذا، البخاري تحدث إيه؟ ومسلم أيضا لم يصرح، تحدث عن آية الرجم التي تحدث عنها عمر، قام وخطب الناس وقال لهم، لا نريد، الوقت ضيق جدا أيها الإخوة، لكن غير البخاري كالنسائي في الكبرى والإمام مالك في موطئه، لكن من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، والمشهور عند علماء الجرح والتعديل والرجال أيها الإخوة أن سعيد بن المسيب لما استشهد عمر كان سعيد بن سنتين، فمتى روى عن عمر ومتى لقي عمر أصلا ومتى أدرك هذا؟ هذا في موطأ مالك عن سعيد بن المسيب عن عمر عن آية الرجم، ويحذر أن نذهل عنها حتى لا نتورط في إنكار فريضة أنزلها الله في كتابه، يقول فيضل بترك فريضة أنزلها الله في كتابه. وين يا أخي؟ القرآن عندنا محفوظ، وين أنزل الله في كتابه؟ ألا وإن الرجم حق في كتاب الله، وين في كتاب الله؟ هذا ينسب إلى عمر ومخرج كما قلت لكم في الصحاح، هذا في الموطأ. طبعا وحتى إيه؟ يعني للأسف الشديد تكمل الدائرة، لقد شاركنا شرف شرف ادعاء آية الشيخ والشيخة إخواننا من الشيعة، نفس الشيء عند الشيعة هذا في الكافي، والشيخ والشيخة إذا زنيا بما قضيا من اللذة. لذة ورد في كتاب الله إيه كلمة لذة؟ في تلذ يا لذ، لكن لذة هكذا؟ بما قضي من الشهوة، قال أبو عبد الله جعفر الصادق، وصححه المجلسي محمد باخر المجلسي صاحب إيه بحال أنوار، قال هذا موجود الشيخ والشيخ، موجود وين يا أخي؟ إيه موجود عند السنة وعند الشيعة، عند السنة وعند الشيعة، شيء غريب. الأعجب من هذا إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يحل عقدة باللسان ليفقهوا قولي،